السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الشعب العربي العريق، الشعب الذي لا يحب أن يعمل ويعني يشتغل، يحب أن يلعب، يحب أن يستمتع، ولعل خير ما نستمتع به هو حياة الناس، أسرار بيوت الناس، فضايح الناس. يا سلام، كم هي لذيذة، لذيذة جميلة حلوة. وفي الحقيقة هذا ليس ذنبنا، يعني مو مشكلتنا ان اليومي المشهور يعرض حياته، مو مشكلتنا ان واحد من اهله راح يفضح احنا شكو حتى لو ما له ذنب. لا لا، مشكلتك طلعت للاعلام، اذا من حقنا اليوم ان احنا نضحك ونقزرها عليه ونهينا، وحتى لو ما حد طلع حياته احفر لين طلع حياته ونهينا، حتى لو ما كان مشهور احد بالغلط سرب صورته، نضحك ونطلع عليها قصص ونهينا، نبي نلعب شون نستانس، شو قاعدين فاضيين، شون نستانس، شون نستانس بهذه الطريقة. وطز بمشاكلهم النفسية، طز بالأثر النفسي عليهم، طز بالبيت إذا اخترب، طز بالعيال إذا ضاعوا، طز بكل كلمة سيئة هدمت بيت وهدمت إنسان. مو مهم، أهم شيء أن احنا نلعب ونضحك ونستانس، وإذا يا يوم ودارت علينا وإحنا اللي انفضحنا هم بعد نعذر الناس، لأن مجتمعنا يحب يلعب. معلش، مرة أنت تلعب، مرة أنت لعبة. هذه خلاص ما صار، ما يتمنى. السلام عليكم.